هل الخط يعتبر سترة إذا لم يجعل الرجل له سترة؟ نعم، إذا ما عنده عصا السترة إما أن تكون شيئا مرتفعا، وهذا أحسن وأكمل وهو الذي ورد به النص الصحيح، وإما أن تكون السترة عصا يعرضها أو يركزها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يركز العنزة، يركز العنزة وهي العصا الصغير ويصلي إليها. فإذا لم يجد شيئا من هذين فإنه يخط خطا، لأنه جاء في الحديث فليخط خطا.